الانجازات والاكلات ونعيد ونكرر الله يكثر خير الفصل الازرق. الان بننتقل للدرجات ولكن تفضلوا معي على المسرح. تمام نفس ترتيبنا الاول. شو نقوم نقلطهم انت على العشاء بكل هدوء. الله نحن نقلطهم. الصوت صوت 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 محمد السبيعي صوت يا شباب الصوت الصوت يا شباب فريق الأحمر نركز وناخذ الدرجات يعطيكم العافية. نتائج الاختبار الأسبوعي اللي اختبرناه قبل شوي واللي ذاكر واجتهد يستاهل. فخلونا نبدا مع صوت 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 ما عاد ابغى اسمع اي صوت. الفائز نتائج الاختبار الفصل الاصفر 220 درجة يعطيكم العافية. الفصل البنفسجي 145 درجة. الفصل الأخضر 140 درجة. الفصل الأزرق 180 درجة. الفصل الأحمر ولا تتأكد لين تسمع نتيجة الفصل الأحمر. الفصل الأحمر 190 درجة. بهذا المتفوق في الاختبار الأسبوعي هو الفصل الأصفر. استهلون. ننتقل نركز يا شباب نركز يا شباب وننتقل إلى أعمال الأسبوع. الشيء الجميل في أعمال الأسبوع أنها تبين لنا من هو صاحب النفس الطويل واللي ينافس على مدى الستة أيام. خلوني أبدأ مع الفصل الأصفر 436 نقطة. نقاط المشرف 250 درجة. المجموع 686 درجة. الفصل الفصل البنفسجي 373 درجة. نقاط المشرف 250 نقطة. المجموع 623 درجة. أحمر الصوت. الفصل الأخضر والله ما قصر 639 درجة. نقاط المشرف 235 نقطة. المجموع 874 درجة. خلوني أعلن عن الفصل الأحمر وأقول 518 درجة. نقاط المشرف 230 درجة. المجموع 748 درجة.
خلوني أقول نوحد الصوت، نوحد الصوت، نوحد الصوت. خالد نوحد الصوت، أنا أحب الواثقين. خلوني أقولها من الآن، بطل هذا الأسبوع وفارسه هو الفصل الأزرق. يعطيكم العافية. نقاطكم 664 نقطة، نقاط المشرف 245 درجة، المجموع 919 درجة. تستاهلون، هذا شيء جميل ومفاجأة. أول مرة الفصل الأزرق يكون الأول، الفرق بسيط نوعا ما، بسيط بسيط تقريبا. الأخضر 874 وهم 900. نروح إلى تصويت هذا الأسبوع. صوت، صوت خالد، خالد ركز. تصويت الفصل الأصفر 200 درجة، تصويت الفصل البنفسجي 100 درجة، تصويت الفصل الأخضر 1130 درجة، تصويت الفصل الأحمر 1495 درجة، تصويت الفصل الأزرق 1350 درجة. المتفوق في تصويت هذا الأسبوع ولنسمع له تحية هو الفصل الأحمر. تبغون نبدأ بالمركز الأخير؟ طيب خلوني أقول لكم مركزين بشكل سريع. خلوني أبدأ بالرابع ممكن. طيب